التاسعة تماما هي ملتقانا عبر صباح الشروق مع كل الناس اللي بتتابعنا. أهلا وسهلا بكم، صباح جميل عليكم، صباح أخضر وأنذر على كل الصناع والزراع في بلادي، فأهلا وسهلا بكم. صباحات الإشراق والجمال والمحبة متابعينا داخل السودان وخارج السودان، أيضا كمان اللي بيتابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر بثنا المباشر، فأهلا بكم. هي دعوة للمتابعة وعديد الفقرات المختلفة، أيضا الضيوف المميزين، نتحدث في كثير من الاختصاصات، نتجول وتتجول كاميرا الشروق عن كل الولايات أو في كل الولايات المختلفة. تابعونا وهي دعوة للمتابعة، ساعتين من الزمان نحن وإنتوا. إذا صباح جديد عليكم وصباح الخير على الأستاذة الكبيرة نورة الجيلاني وكدراوية قصة تحكي عن أغنية، خلونا نبدأ بها ومهدى للجميع. I'm
يا زيت الرغاح، انت يا طيب الاغاح، انت يا زهر الاغاح. المسايا وصباحي روحي راحتي ورواحي، روحي روحي ورواحي، انا نايم وانا صاحي، انا نايم وانا صاحي، انا نايم وانا صاحي، تحس يوم بجراحي، تقول آه النواحي، تقول آه النواحي، تحس يوم بجراحي، تحس يوم بجراحي، تقول آه النواحي، تقول آه النواحي، تحس يوم بجراحي، تحس يوم بجراحي، تقول آه النواحي، تقول آه النواحي. بشنو كيا كيا بشنو كيا كيا اهلا وسهلا بكل المتابعين عبر صباح الشروق، وتحيه الصباح لكل الزراع في بلادي. وبما انه نحن نمتلك اراضي خصبه جدا ونمتلك مهارات في الزراعه ونحن بناكل مما نزرع، فاذا نحن محتاجين نعرف مداخل الزراعه، معارف الزراعه، الثقافه الزراعيه، كثير من الاشياء اللي نحن محتاجين إنه نتكلم عنها، حتى التغنية الزراعية شنو اللي بتعني لنا، وتعزيز التغنية الزراعية وتوصيلها ومفاهيمها. سعيدين جدا يكون ضيفنا هذا الصباح دكتور محمود عوض مكي، عضو اللجنة الفنية لمشروع تعزيز المعرفة بوزارة الزراعة الاتحادية، فصباح الخير عليك. مرحب بكم ومرحب بقنات الشروق، ونرجو أن أكون مفيدا للمشاهد الكريم إن شاء الله. دكتور، خلينا نعرف ذاته، شنو تعزيز المعارف الزراعية والمفاهيم شنو؟ نعم، هو أصلا هذا المشروع بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروفة بإيفاد، وينفذ عبر المركز الدولي للأبحاث في المناطق الجافة لكاردا، عبر أجسام مختلفة في السودان اللي هي من ضمنها وزارة الزراعة. جميل. وفيها البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ونقل التغانة، أيضا هناك بعض الأشياء الأكاديمية اللي هو الجامعات، وأيضا الهيئة القومية للغابات، وهذه مع بعض بتشكل لنا محاور مهمة جدا في مسألة المعرفة. جميل. اللي هو جزء منتج المعرفة اللي هي البحوث الزراعية، الإرشاد ونقل التغانة هي المسؤولة عن نشر هذه المعارف الزراعية. جميل. والجهات الأخرى هي المستفيدة من نقل أو الترويج لهذه المعارف. جميل. بما أنه هو مشروع ضخم، وأنت ذكرت أنه فيه عدد من البنود المختلفة، كيف بتقدر توصل المعرفة وتحديدا للمزارع أو للمنتج نقدر نقول؟ نعم، هو أصلا زي ما قلت لك المشروع ده في الأساس أتى لتعزيز إدارة المعرفة لفائدة المجتمع الريفي. كيف ممكن تعززوها عندك؟ أيوة، تعزيز المعرفة اللي هو أنه أنا أكون المعرفة بتجي من
جمع بيانات ثم تحليلها في شكل معلومات ثم وضعها في سياق معرفة كاملة. جميل. طبعا في السابق كان الناس بيهتموا بنقل التغانات المادية يعني تقاوي محسنة مسافة زراعة وهكذا، لكن المسألة أصبحت غير كذا، أصبح إنك أنت لازم تدي المزارع معرفة كاملة حول ما يزرع، عن الشيء الذي يزرعه، ما هي الفائدة التي يجنيها. صحيح. كيف يقدر يتحصل على التمويل، كيف يقدر يتحصل على التقاوي نفسها، يعني بمعنى آخر هي معارف عبر سلسلة القيمة. سلسلة القيمة تكون من 5 محاور رئيسة، اللي هو إنه المزارع لازم يعرف ما هي المدخلات الجيدة ومصادرها، لازم يعرف ما هي التغانات المفروض يستخدمها عشان تزيد من إنتاجيته الزراعية أو إدارة موارده الطبيعية. أيضا لابد أن يعرف كيف يصنع هذه المواد بدل يبيعها خام زي ما ذكر حمدوك في آخر أيامه كاستراتيجية أو لتطوير الاقتصادي، ثم كيف يسوق منتجاته المنتج بتاعته عشان يلقى أكبر فائدة، وكيف أن إحنا نقدر نشوف طريقة كيف نستهلك ما ننتج. وبالتالي هي يعني مهمة جدا المعرفة عبر هذه السلاسل الخمسة بخطوات المختلفة. نعم. دكتور لو تتفق معي أصبحت في ثقافة زراعية كبرى، وجدنا الشباب الآن أصبحوا يتجهوا إلى الزراعة، وزمان الزراعة كانت الزراعة المطرية، الزراعة عن طريق الأيادي، الزراعة الطبيعية المعروفة، الآن الزراعة نفسها تطورت. أكيد، وأصلا زمان الزراعة كل السودان كان بيعتمد اعتماد أساسي على في نظم زراعية محددة، في النظام المطري التقليدي، في النظام المطري الآلي، وفي النظام المروي، وفي النظام الرعوي. طيب معظم إنتاجنا نحن كان بيجينا من القطاع المطري التقليدي اللي هو صغار المنتجين، وديل هم تنقصهم كثيرا من المعارف، وديل حاليا يعني معظم الشباب عزفوا من الحتة دي. لكن لحسن الحظ التطور الزراعي مربوط حتى بوسائل التواصل الاجتماعي، يعني حاليا أصبح استخدام زي ما قلنا الهواتف الذكية. صحيح. استخدام التكنولوجيا. التكنولوجيا ما يعرف بالتكنولوجيا الاتصال، فدي كلها بدأت تشجع بعض الشباب في الدخول، ومش كده وبس، حتى بعض البنوك زي بنك التنمية الأفريقي مثلا بيعمل جاهدا في تحويل الزراعة، وعشان نحول الزراعة من تقليديتها عشان تكون قطاع اقتصادي لابد من انه ندمج هؤلاء الشباب، لانه هم ديل هم الشعلة المتقدة اللي بتنقذنا نحن ما نحن عليه. صحيح. لانه هم عندهم الادراك الجيد والقدرة على تطبيق ما ينشر لهم او ما يصلهم من تغانات ومعارف. صحيح، وده بيأكد لنا في أنه نحن حنمشي في الطريق الصح بما أنه نحن بنعمل شراكات. خلينا نشوف ذاته من من هم شركاء، منهم هم الشركاء المعرفة الزراعية. والله هذا سؤال جميل. طبعا هذا المشروع كما سبقا ذكرت أنه الشركاء الأساسيين هم بتكون وزارة الزراعة وتحديدا الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية، أيضا وزارة الري معانا، وجامعات الأكاديمية، جامعة الخرطوم، جامعة الحفد، حتى جامعة السودان، والهيئة القومية للغابات. هؤلاء هم الشركاء. جميل. ودير زي ما قلت أنا بيشتتوا في 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 أنه جزء بينتج معرفة وجزء بينشر معرفة وجزء بيستفيد من هذه المعارف. كيف بتقدروا تنقلوا الحاجة دي أو تنشروها؟ أيوة، النشر بتاع المعارف طبعا عنده عدة وسائل، من ضمنها نحن مثلا في هذا المشروع عملنا زي ندوتين كبيرتين في العام السابق وهذا العام. جميل. ايضا عندنا ما يعرف بالمنتديات بتاعت المعرفه، وعملنا حاليا غرابه 5 أو 6 منتديات. ايضا بنعمل على توثيق هذه المعارف ووضعها في شكل كتيبات ونشرات لتوزيعها للمزارعين. ايضا بنستخدم حتى الوسائل زي مثلا قناه الشروق حاليا. صحيح. هذه قناه مهمه جدا لنشر المعرفه. نعم. وكذلك الوسائل الاتصال الجماهيري الاخرى من المسموعه والمقروءه والمشاهده زي ما قلت، وايضا وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك والانستغرام، وكل هذه الوسائل نحن بنستخدمها عشان ننشر هذه المعارف عشان كل زول يلقى، وهنالك اتصال مباشر حتى، لأن هنالك مزارعون لا يمتلكون مثل هذه الهواتف الذكية أو ما عندهم. صحيح. وصول لهذه التغانات، وبالتالي. صحيح. يتطلب إنه إدارة الرسائل تصلهم يعني زي ما أقوله اتصال مباشر. من خلال المشروع ذكرت إنه عندكم عدد من الاتصالات، إذا كانت المباشرة، إذا كانت المقابلات، إذا كانت الإيفنتات اللي بتعملوها. من المستهدف منها؟ في فئة معينة مستهدفة؟ المستهدف جسمين أساسيين اللي هو الزراع.
بالذات في المناطق الريفيه لانه اكثر حوزه. بيصلوهم كيف؟ بيصلوهم يا اما يصل مباشر او عبر طبعا من الصول مباشر. انا بقول هنا دي مسؤوليه اداره الارشاد ونقل التغانه. صحيح. نحن كبحوث مثلا بننتج المعرفه لكن ناس الارشاد هم المسؤولين، وكذلك الجهات الاخرى العامله ذات الصله هي برضه من وظيفتها انها توصل المعارف ما اليها المعارف لمستهدفنا. وايضا زي ما قلت الوسائط الاخرى ايضا مفيده جدا، وحاليا بنواجه هنالك بعض المزارعين يعني الشباب زي ما قلنا قبل. صحيح. وبدوا يستوعبوا هذه التغانات عبر الاستماع له، وهنالك طبعا برامج تلفزيونيه، في برامج زراعيه كثيره، عندنا برامج كثيره متخصصه. نعم. في نعم. وزي ما قلت هي مقروءه ومشاهده ومكتوبه. صحيح. كل هذه الوسائل تستخدم لنشر المعارف والتغانات الزراعيه حتى يتم تبنيها، وبالتالي التبني يعني زياده الانتاجيه وتحسين اداره مواردنا الطبيعيه لاستدامه الانتاج مستقبلا. دكتور، اذا تحدثنا عن مشروع تعزيز المعرفه بنلقاه هو مشروع كبير، لكن شنو من ابرز التحديات المعرفه الزراعيه وشنو افاق الحلول المستقبليه؟ التحدي الاكبر، نحن مشكلتنا في السودان لا نعمل كيد واحده، دائما هنالك تشتت في المعارف. طبعا المعرفه الزراعيه لما نتكلم عن زراعه زي ما قلت انا قبل لازم نضع في الاعتبار ما يعرف بسلسله القيمه. يبقى سلسله القيمه طالما فيها انتاج معارف دي بحوث موجوده، طالما فيها نشر معارف هنالك ارشاد، طالما في مدخلات لابد من ادخال القطاع الخاص من تجار وشركات، تمام، نضعهم معانا في الاعتبار، لابد من تصنيع، لابد من دخل المصنعين، وبرضه في نخش القطاع الخاص. المستهلك نفسه لابد انه نحن نوريه ماذا يستهلك. صحيح. عشان التوعيه والتوعيه مهمه جدا، لانه هسه الناس بتتكلم عن منتج عضوي بدل تنتج لك كيماويات وتضر الناس والسرطانات المتفشية. الآن الناس بيهتموا بالمنتجات العضوية. صحيح. المسمى بالأورغانيك فارمينج، ودي مسألة مهمة جدا. عشان كده الشركاء متختلفين، لكن مشكلتنا نحن لابد أنه نجمعهم في جهة وجسم واحد حتى أنه ننشر معرفة متكاملة وتكميلية، حتى أنه نقدر نحول زراعتنا زي ما قلت من الإعاشة إلى زراعة اقتصادية تجارية ذات عائد وذات فائد ومستدامة أيضا. زراعة الأورغانيك اللي أنت ذكرتها يا دكتور، هل هي متوفرة ولا نحن ممكن نستخدمها من فترة لأخرى، ولا في ناس بيحصدوا محصولة اللي بيزرعوه من فترة والتانية؟ نعم، نحن في بالمناسبة السودان مشهور جدا بالإنتاج العضوي، لأنه نحن قليلي استخدام للأسمدة، قليلي استخدام للمبيدات. صحيح. وطبعا حتى ناس البحوث الزراعية عشان يقلل المبيدات عندهم حاجه اسمها المكافحه او الاداره المتقابله للافات، اللي هي دي ما بتلجا لاستخدام المواد الكيميائيه المبيدات الكيميائيه الا عند الضروره القصوى، لكن بتكون كلها عباره عن انت تستخدم الاعداء الحيائيين زي اصدقاء المزارع وكده في محاربه الافات الزراعيه المختلفه، ودي بحد ذاتها بتعني انه نحن بننتج منتج اقرب للعضويه منه للمنتج الغير عضوي. يعني دكتور، إذا تكلمنا عن مشروع تعزيز المعرفة حنلقى هو مشروع زي ما أنا ذكرت كل مرة إنه ضخم وكبير، شنو اللي عايزين توصلوه للناس؟ شنو المغزى من إنه هو يصل وينتشر وتكون في سلامة إنتاجية للزراعة؟ المغزى من المشروع ده كله نحن نبني قدرات المرشدين، وبناء قدرات المرشدين وغيرهم على أساس إنه هم يكون عندهم المهارات اللي بتوصل هذه المعارف للجهات المستهدفة من مزارعين، من ناس غابات، ناس موارد. وبالمناسبة مهم جدا احنا في اشياء ثلاثة بنركز عليها، اللي هو كيف ان احنا نوفر تمويل ريفي، كيف ان احنا نحافظ على البيئة بتاعتنا بما يعرف التغير المناخي الماسي امامنا، ودي مشكلة. صحيح. كبيرة جدا في العالم، ويمكن كان الكوب القريب ده في شرم الشيخ كان بيهتم بالمسألة دي، مهم جدا، ولازم نعرف ان احنا نتكلم عن ما يعرف بالزراعة الحافظة. هل تغير المناخ ذاته حيغير لنا في شكل الزراعة؟ بكل تأكيد. نعم. كل المسألة بالمناسبة تغير المناخ ده لأنه حاجة ما بيدنا، عشان كده نحن بنتحسب لمسألة تغير المناخ عبر إدارة جيدة لمواردنا الطبيعية، وبالذات ما يتعلق بالمياه والتربة وغيرها. دكتور، من خلال المقابلة عايزة أعرف شنو ممكن أنت تشوفه أو ترى مستقبل إدارة المعرفة، البرامج والأنشطة المستقبلية؟ المشروع ده خدت اللبنة الأولى، والمشروع ده اشتغل سنتين كده ممكن نقول بنشاط ممتاز جدا، وقدر يكون جهات ما يسمى بالممارسة للمعرفة. لكن بعتقد أنه بنحتاج أنه هذا المشروع لو ربنا أدانا تمويل خارجي
عشان نمدوا لسنتين ثلاثة عشان نقدر نستوعب معانا كل الجهات اللاعبة في إنتاج والتسويق والترويج للمعارف بتاعتنا بالذات فيما يتعلق بالزراعة والموارد الطبيعية، لأنه ده الأساس بتاعنا كسودان يعني. إنه يمتد لنا لعشرات السنين عشان نستفيد منه ونجني منه ثمار مهم جدا. بعدين في حتة ليها نعم في نعم. حتة مهمة جدا أذكرها، إنه نحن معارفنا ذاتها بتنقسم لنوعين، في معارف علمية ودي نحن ماسكين ناصيتها ده ودورنا نعم. وفي معارف محلية أو أصيلة عند المزارعين نفسهم، وفي مزارع عند الناس ما قادرين الناس يستفيدوا منها، فدي المشروع لكل ما يمتد، لأن المعارف هي حاجة متحركة صحيح. وما ثابتة ومتتالية ومبتقيف نعم، وبالتالي احنا المسألة اللي استمرت نحن حنستمر معاكم دكتور، وحنكون حضور معاكم في كل البرامج اللي بتقدموها وفي كل برامجكم المختلفة لتقوية العلاقات ولتقوية الزراعة نفسها والشراكات الذكية اللي ممكن تحصل ما بينكم. شكرا جميلا لك، شكرا لحضورك. شكرا لكم قناة الشروق، إن شاء الله ربنا يعني يميت في أيامنا ونقدر نكون مفيدين لأهل المزارعين في ذلك المناطق الريفية، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور محمود عوض مكي، عضو اللجنة الفنية لمشروع تعزيز المعرفة بوزارة الزراعة الاتحادية. ننتقل مع كل المشاهدين عبر شاشة الشروق ويتواصل صباح الشروق، لكن خلينا نمشي كنترول ونرجع نستكمل. بينما كان الهدوء والسكينة الوادعة يلفان حي العشير بالدامر، في يوم ما في سنة 1990 ميلادية تبدل الحال فجأة بزغرودة حسناء مجلجلة من بيت الهدندوي إبراهيم أوكير، معلنة ميلاد فارس قادم للأسرة بهي الطلعة وضيء الوجه، أطلق عليه والده تيمنا اسم علي، فكان أن تبدد الفرح في كل ركن من البيت والفريق، فصبغ الحياة بلون الحبور والبهجة. علي عكير ابن لهدندوي تفيض نفسه بالإباء والشمم، ولأم جعلية تسكنها العز والكرم، فنشأ نشأة طيبة أذكتها نار خلاوة القرآن ونور العلم وأفق الدراسة الجامعية التي انتهت به لكلية غردون التذكارية دارسا للغة الإنجليزية التي عمل بها مترجما من بعد ذاك للبعثة العسكرية الأجنبية. احتفظ عكير الدامر الشاعر القومي الذي انطبع اسم جده عليه واقترنت الدامر باسمه بشخصية ذات ألق وسحر خاص ما بين بريق الوظيفة المرموقة وهيبة سلطانه الشعري وروحه البدوية الشعبية بين الناس. طبعا كنا صغار. الشعر صنعة أجادها علي عكير، بل قيل أنه تفوق على كثير من أقرانه وندمائه في ذلك، فكتابة القصيدة ونظم بيت الشعر عنده كثيرا ما يقطع عليه منامه. سوق الدامر القديم كان شاهدا على مسجلات شعرية رصينة بين عكير وأشعر شعراء البطانة، بيد أنه وبشهادتهم كان أميرا عليهم. عرف عن الشاعر القومي علي عكير ولعه بالصيد في البحر والبر معا، فقد كان بارعا في اصطياد التماسيح كما يصطاد الشوارد من القوافي، هذا خلافا للصيد البري الذي ادخر له بجانب موهبته وقدرته الفائقة على الاقتناص ما يلزمه من أدوات كالبنادق وكلاب الصيد النادرة. اعتاد علي عكير أن يرتاد هذا المكان من أجل الصيد والسياحة البرية، وهو مكان يقع في شرق المدينة وقريبا من نهر أدبرة. يرافقه في رحلاته أصدقاؤه. الشاعر عكير الدامر كان مقبلا على الدنيا وطامحا فيها، ونال فيها من الحظوة والمقام والوجاهة الكثير، لكن أشعاره تحدث بأنه ما كان في يوم ما آمنا لمكرها وغدرها. مجالس أهل الدامر في قراهم وحضرهم في ريفها القاصي والداني لا تكاد تخلو من أشعار وحكم علي عكير، فكثير منهم يتخذ منها مرجعا وشواهدا في الحديث والجدال والأنس والحجة، ولعل ذلك ما جعله رحمه الله مقيما بينهم رغم رحيله. وحينما ودع الشاعر علي عكير الدنيا الفانية، كانت سرادق العزاء مجمعا لأهل الشعر والأدب والتراث الشعبي الذين تباروا في رثائه. إذن حقا كما قيل، فإن علي عكير الشاعر القومي هو هدية البحر للنيل،
وهبة الشرق للشمال ولأهل السودان، فهو فريد لم يجود الزمان بمثله. صباح الخير عليكم وعلى كل المتابعين عبر هذا الصباح، والتحية صباحية لكل أنثى سودانية، والتحية لكل المرأة السودانية وإنجازات العظيمة اللي بتصليها من خلال تخصصاتها المختلفة. أنا سعيدة أن تكون بمعيتي هذا الصباح. هي أول امرأة في السودان أو في العالم تصل إلى مرحلة فريق شرطة من رتبة ملازم، فأنا سعيدة في هذا الصباح أن أحييها. صباح الخير عليها. نتحدث عن أكاديمية الشرطة ومجلة أكاديمية الشرطة. سعيدة أن تكون بمعية فريق شرطة حقوقي دكتور مريم عبد المحمود عميد أكاديمية الشرطة سابقا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحب بكم في هذا الصباح الباكر المطل، وقناة الشروق الفتية المولودة بسنونة، والموقع السائري المطل على النيل. تحية خاصة. تحية لك. وأتمنى إنه هذه القناة يعني تكبر وتعلو وتكون إن شاء الله إنترناشونال. دكتورة مريم، نحن ما جبناكي بدري، أنتم متعودين على صحيان الصباح فيبقى ما أزعجناكي وما جبناكي في زمن باكر، فصباح الخير عليك. إنجازاتك من خلال الشرطة هي كبيرة جدا، لكن إحنا عايزين نتكلم في الفقرة دي تحديدا عن إنجاز أنت قمتي به من داخل المؤسسة الكبيرة الشرطة اللي هي مجلة أكاديمية الشرطة العليا. والله أنا الشرطة محببة لي، عشان كده دايما بشتغل فيها بإخلاص بإخلاص، بنتج لها ويعني أهدافي وغاياتي إنه الشرطة السودانية تكون في مصاف الشرطة في الدول المتقدمة. نعم. عشان كده بعمل بتفكير خارج الصندوق. فأكاديمية الشرطة هي هذا الصرح يعني العملاق، نشأ سنة 2002 بقرار من السيد وزير الداخلية آنذاك عبد الرحيم محمد حسين، ومنذ 2002 لغاية ما أنا تغلطت هذا المنصب، هذا المنصب في أكاديمية الشرطة لغاية سنة 2022، الأكاديمية ما كان فيها مجلة علمية محكمة يعني بيكتبوا فيها العلماء، وهي بتديهم الدرجات العلمية. لأول مرة تصدر في عهدك؟ في عهدي. كيف كان التحدي بالنسبة لك؟ أنا لأنه أول مرأة أكون عميد أكاديمية، والقبالي كانوا يكونوا من يعني الرجال. نعم. أنا أول مرأة في الشرطة أتغلط منصب عميد أكاديمية الشرطة، عشان كده كان التحدي عندي كبير شديد، يا إما أنا أنجح المرأة في الشرطة يا إما أنا، عشان كده كنت بشتغل. نجحت المرأة ورفعت راسك ورأس كل النساء. لكن دكتورة مريم خليني نشوفها، لما تبدأ فكرة إنشاء في مؤسسة كبيرة عملاقة فبيبدأ فيها تشاورات ورفض وقبول، كيف كانت فكرة المجلة؟ والله أنا يعني واجهت الفكرة أساسا مني، وليه؟ لأنه أي أكاديمية بتاع الشرطة إذا ما فيها مجلة علمية محكمة، فيها حاجات رئيسية، فيها مكتبات، فيها كده، بتعتبر زي المدرسة. صحيح. فالفكرة كانت فكرتي، وأنا بشتغل في صمت لأنه ذاته يعني النجاح لابد، أنت فيك ناس كثيرين أعداء النجاح، فناس كثيرين أعداء النجاح، فعشان كده أنا أخذوا حوائجكم بالإيمان. أنا في 4 أيام قررت، رغم إنه قعدت فيها سنة بس يعني ما قعدت فيها مدة طويلة. فأنا برأيي قررت في 4 أيام، كان معي دكتور اسمه دكتور مامون أنا جبته، وبعد ذلك رسلت للمعدية الأوراق والعلمية والبحوث العلمية فجبتها، وبعد ذلك بدينا نشتغل أنا ودكتور مامون من في بداياتها. يعني دكتورة مريم، من ضمن شغلك حددتي إنه شنو المجلة المفروض يكون فيها إنجازات للشرطة، تطوير الشرطة، معرفة العالم الخارجي بالشرطة، ولا شنو المطلوب؟ يلا المجلة دي هي ما مجلة علمية محكمة، لكن بتكون فيها مثلا مواضيع ممكن تكون صحيح للشرطة. صحيح. لأن الشرطة لازم تشتغل في مجال القانون، فعشان كده يعني الورقات العلمية نحن جبناها وعملنا فيها سلكشن، ويعني كده حتى شغل مضني. يعني أنا اشتغلت 37 سنة في الشرطة، و7 شهور و26 يوم، لكن
شغل ده كله قوم، وشغل المجلة دي صعب جدا قوم تاني في إنه عملنا المواضيع والمواضيع من الناس اللكشن والمواضيع ذاته نقحناه، وبعدين في وحدات رفضناه وفي وحدين دخلناه بعد ذاك يعني من أنا ودكتور مامون وديناه للمحكمين، والمحكمين برضو قالوا قولتهم، وفي المدققين وفي المصححين وفي اللغويين وفي المصمم. بعد ذاك بتمر بإجراءات كثيرة، إجراءات كانت لي تحدي كان فيها صعوبات التحدي دي كان يواجهك يعني في يلا أنا في يعني المجلة دي يعني أنا واجهت فيها يعني رفض من حتات كثيرة وكلام كثير يعني أنا أقول بالفل يعني بالحقيقة يعني صحيح يعني أنت زي ما قلت لك النجاح دائما فيه أعداء صحيح، فولكن أنا يعني طبيعية كان إصرارك أقوى أقوى، أنا أصله عنيدة يعني طبعاً كده عنيدة عنيدة، وأي حاجة دايرة أعملها بتوفيق إلهي لازم أمشي فيها. المرأة القوية والله أنا ما قوية ما أقدر ربنا يديك الصحة والعافية وأكيد، لكن حسيتي بأنه المجلة دي بعد إصداراتها كان فيها فوائد لأكاديمية الشرطة العليا؟ أكيد هي الليلة حنستلمها حتدشينا برضو حنعمل معاها لقاء لقاءات في قنوات أخرى في سكة العملة المطبعة. بعد ذاك برضو من الصعوبات إنه بعد ما نقحناه وعملناه أنا كنت بتمنى إنه لأنه الدفعة دخلت دياسة وتخرجت قبل كم من الزمن يعني 15 يوم أو 20 يوم، هي برضو الدفعة كانت فيها صعوبات عشان تدخل، برضو دخلتها أنا 4 سنين ما قدروا يدخلوا وسميتها 17 تحدي يا سلام. وجدت أنا برضو فبعد التمويل للمجلة دي لقيت فيه صعوبة، فكان عملت نفير يعني أنا من الدارسين يعني استنفروا جزء منا جزء منا الدانية من هنا حي مدير جامعة الرباط الوطني السيدة الفريق العادل العادل يعقوب هذا الصباح، لأنه بقدر العلم كيف يعني هي المجلات دي علمية، وبعدين عملت لها رغب محلي وعملت لها رغب دولي، والرغب الدولي كان نادر نادر شديد ما موجود ذاته، لكن الله وفقني إصدار الأرقام الدولية ما سهل. كيف قدرتي أصدرتي رقم دولي؟ رقم دولي والله أنا جيت بالسيد عادل عاجب ما لقيت، وكاد يعني جامعة الرباط ما فيها إلا رقم دولي واحد في كلية الطب، ونحن كله قانوني يعني نعم وشرطي. فسيد عادل عاجب قال لي خلاص طلعها محليا، ولا أزيع سير في إنه أنا يعني اعتكفت وصليت على الرسول صلى الله عليه وسلم غاد الحواجات وتوكلتي، وإذا به ضرب لي تلفون من أختنا عزيزة يمكن أقول أسن سيتي اسمها في كده، ومن هنا بحييها في الجامعة الوطنية، ومشيت لها يعني أختنا الرغيب شيماي، ومن هنا أنا بحيي الرغيب شيماي لأنها كانت رفيقة دربي في هذا الإنجاز، إنجاز كبير لقيت الرغم الدولي وأكيد خلفه جنود كثيرين إذا حبيت تذكريهم. المساحة قد ما تسعد أو ما تقدر تنسي ناس، لكن السيد الفريق خليني أشوف برضو المجلة من المستفيد منها، من المستهدف حتقدموا العالم له؟ المستهدف العالم كله لأنها رغم دولي، يعني كل الناس اللي عندهم اهتمامات بالمجال القانوني والمجال الشرطي يعني مستخدمين كل العلماء، البروفيسور شيب، الأساتذة المشاركين، الأساتذة المساعدين، كل يعني كيف يتم انتشار أو توزيع هذه المجلة؟ هي منتشرة لأنه أساساً أنسة بقت أديناها رغم دولي إلكترونية؟ هي ورقية. ممكن نشوف من التطورات القادمة تصبح إلكترونية عشان تكون متاحة هي أسهل عندنا، نحن برضو عملتها إلكترونية يا سلام. يعني الاثنين إلكترونية كانت سهلة لأن جامعة الرباط عندها موقع، لكن الورقية دي هي اللي كانت تحدي، وهي ومن هنا أنا بحي يعني دي النسخة الأولى يا دكتورة مريم المجلة أول يعني دي أول نسخة لها يعني أنا يعني عشان أجاوبك وأكون صادقة هي مجلة علمية نصف سنوية محكمة تصدرها أكاديمية الشرطة العليا جامعة الرباط الوطني المجلد الأول العدد الأول، أول عدد يصدر في تاريخ 20 سنة الأكاديمية منذ 2002 يعني فيها يعني زي 7 ورقات، الورقة الأولى
بتتكلم عن حق الضمانة في قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 وأثروا على التحقيق العدالة. فريق شرطة مريم عبد المحمود معدة الورقة اللي هو شخصي ضعيف، الورقة الثانية جنسية الأشخاص الطبيعيين بعض الانفصال جنوب السودان، لواء شرطة حقوقي، دكتور عز الدين عبد المحمود هو شقيقي ومن هنا حييه. الورقة العلمية الثانية أو البحث الثاني. دكتورة مريم نحن الأوراق تكون كثيرة كثيرة ونحن الزمن ما بيسعنا، لكن أنت أوعدينا أنك تجيب لنا المجلة دي عبر صباح الشروق ونحن نطلع على المجلة ونوري المشاهد ذاته اللي أنت عايز توصل له المعلومة، الحقوق والأوراق العلمية الممكن تقدم من إصداركم الأول للمجلة. أنا شاكرة ومقدرة لوجودك. إذا عندك رسالة أخيرة حابة تقدميها لكل القائمين على أكاديمية الشرطة العليا من تطوير وإنجازات. أول حاجة أنا يعني بشكركم مرة ثانية وثالثة لأنه الإعلام بقت السلطة الأولى وليس السلطة الرابعة. يا سلام، كلام ده من السيد الفريق يا جماعة، ده معناه خلاص. فأنا إن كان لي يعني وصية بالبحث العلمي بطلبة الأمم وأكاديمية الشرطة هي صاحبة المجال الكبير للبحث العلمي، ونحن عملنا إنجازات كثيرة في أكاديمية الشرطة. عملنا مصنع بتاع موية الصحة، عملنا مركز للطباعة، عملنا دراي كلين، عملنا حاجات كثيرة. ليه تعملوا حاجات كثيرة؟ نحن محتاجين من سلسلة حقت حلقات. يلا تنموها إن شاء الله. وطلعوا بها لقدام. نحن حنكون معاكم وحنكون مع كل رجال الشرطة في كل مكان، هم الحامين حمانا وهم اللي مستقبل هذه البلاد. احنا شاكرين ومقدرين لك السيد عميد وفريق شرطة حقوق دكتور مريم عبد المحمود، عميد أكاديمية الشرطة سابقا العليا سابقا. فشكرا جزيلا لهذا الصباح معنا. الله يخليك، تستمر. شكرا لكل الناس اللي رافقتنا وتابعتنا. تتواصل فقراتنا من صباح الشروق وتتواصل الاستضافات، لكن خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعد نعاود من جديد. خليكم معنا. اشتهرت بأسواق ولاية جنوب دارفور في الفترة الأخيرة قوة تنافسية في مجال المخطوطات اليدوية، خاصة في أوساط الشباب الذين برعوا في إبراز مواهبهم كفن تشكيلي حجز موقعه في قلوب الناس. علاء الدين عاشور اسم تفرد في مدينة نيالا بمهنته التي تنافس بعضها، فكان متجره الصغير بالسوق الجنوبي بنيالا قبلة للكثير من المهتمين والباحثين عن جمال المخطوطات التي وجدت حظها كزينة يهتم باقتنائها عدد كبير من الأسر التي أيقنت أخيرا قيمة هذه القطع التراثية من بين مقتنيات المنزل. عاشور الفنان موهبته وحدها هي التي قادته إلى هذا التفرد في مضمار الفن التشكيلي بالاستفادة من المكونات المحلية التي تشتهر بها المنطقة. أهم ما في معرض عاشور التشكيلي ربط الأجيال الحاضرة بإرثها الماضي، وذلك من خلال تجسيد القيم التراثية لدارفور في شكل مخطوطات جمالية تأخذ مكانها زينة للمنازل وإرثا تفتخر وتعتز به الأسر في المدينة من بين مكونات المنزل. المرأة التي شكلت منتجاتها إضافة نوعية للمعارض التشكيلية من خلال توفير عدد كبير من المنتجات اليدوية في مدينة نيالا تهتم هي الأخرى في إطار مسعاها عما هو جديد لاكتساب التشكيلات التراثية التي أصبحت مطلبا لزينة المنازل من واقع الاهتمام بإرث أهل المنطقة الثقافي والاجتماعي ولما له من مدلولات عميقة في وجدانهم. عاشور الفنان التشكيلي الذي سطع نجمه في هذا المجال جذب عطاؤه المتميز المهتمين والباحثين الذين أصبحوا قريبين منه كرواد للمعرض ومشاركين برأيهم في سبيل إبداء الملاحظات التي ربما تضيف بعض القيم الثرة في التراث الدارفوري المتميز المتشبع بالقيم الإسلامية الراسخة، لا سيما في مجال مخطوطات السلطنات التي خلدت تاريخا كبيرا في شؤون إدارة الإقليم عبر العصور. ووجدت منتجات عاشور رواجا كبيرا من واقع تميزها عن غيرها، فأصبحت مقصدا للأجانب لما لها من مدلولات تراثية قيمة، وشكلت مخطوطاته
إضافة متميزة في مجال إكرام الضيوف في المدينة بإعداده لصور متعددة من الهدايا أخذت بعدا آخرا من زوايا جمال الطبيعة في دارفور. وقد أسهم فن التشكيل الذي يقوده عاشور وزملائه في المهنة إلى تغيير مفاهيم المجتمع المحلي، وذلك للارتباط به ليس لقيمته الجمالية فحسب، بل هنالك غاية أخرى، سعي الأسر لغرس مدلولات هذه المخطوطات في نفوس الأطفال. الإقبال المتزايد على منتجات التشكيليين في نيالا دفع بعدد من أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في هذا المجال، وجد عدد من المروجين لهذه المنتجات حظهم في حجز موقع شرائي عبر المشاركة القومية للمنتجات السودانية في الأسواق الداخلية والخارجية. وتبقى لريشة علاء الدين عاشور هنا قيمة حقيقية برزت من خلال ضروب الإبداع والابتكار، مشكلة بعدا جديدا تنوع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال تفرده في الابتكار ومقدرته على صياغة الأشكال الفنية بفضل إلمامه بمقومات بيئته المحيطة، فسطأ نجما في سماء المدينة. الجمال اللي احنا شفناه من خلال التقرير واللمسات الجمالية والإضافات الجميلة اللي ممكن يعملها كل إنسان في الحاجة هو بيحبها. وبما إنه إحنا بنتكلم عن الجمال كشكل عام، خصصنا في فقرتنا من خلال صباح الشروق واحدة من الجماليات المهمة اللي بنهتم بها واللي بتهتم بها حواء ككل، اللي هي البشرة، وفي البشرة كمان خصصنا جزء مهم جدا بنلقاه في مراكز التجميل بصفة أكبر وانتشر عندنا وبقى متوسع وموجود في السودان. حنناقش اليوم الفيشل، حنتعرف عن الفيشل وأنواعه، حنتعرف عن طريقته، حنعرف هل الفيشل هو روتين نظافة البشرة ولا الفيشل ممكن يكون علاجي، شنو الفيشل نفسه، كل ده حتجاوبنا عليه خبيرة التجميل إسراء زكي. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. صباح الخير يا أنسام، وصباح الخير على كل المشاهدين، وليلة سعيدة أني أتكلم عن حاجة الناس كلها والبنات كلها بيتكلموا عنها وعايزين يعرفوا عنها أكثر. جميل. إسراء قاعد تميلي دايما للطبيعة وللحاجات الحلوة البسيطة. أيوة. الفيشل جزء من النضارة ولا جزء من الروتين، ولا شنو هل الفيشل ده جهاز ولا مكونات ذاته؟ خلينا نوري المشاهد. تمام. الفيشل عبارة عن تقنية أو معاملة بدت في الأول بدون أجهزة وتطورت وبعدين بقى فيها أجهزة وأنواع. نعم. هو عبارة عن روتين نظافة بدينا نتائج أحسن من إنه نحن ننظف النظافة الروتينية العادية اللي هي الغسيل العادي للبشرة، النظافة العادية بالتونرات وبالمستحضرات العادية. فدي تقنية معينة بتطلع الدهون اللي هي في المسام، يعني أعمق من النظافة العادية. ده الفيشل. الفيشل ذاته أنواع، في فيشل تصحيحي وفي فيشل علاجي، و شنو الممكن يكون لما تمشي مركز تجميل بيقول لك عايزه فيشل عميق ولا عايزه فيشل عادي؟ هل انواعه دي مهمه؟ كل بشره عندها نوع مهم. طيب انا حابه ارجع بك حته بسيطه كده لورا. اول بلد اخترع الفيشل هم تايلاند. تايلاندا. بعدين طوروه الايطاليين وعملوا له اجهزه، وبعدين كل بلد بقى عندها تفاصيل مختلفه لحد ما وصلنا لجهاز اسمه الهايدرا فيشل. أنا بفتكر إنه لما الوحدة تمشي وتختار الفيشل بتختاره على حسب نوع بشرتها، بتكون عارفة، هي قد تكون ما عارفة. أيوة. فالبشرة الدهنية بتختلف عن البشرة العادية، بتختلف عن البشرة اللي هي فيها مشاكل حبوب وزوان ودهون وكذا. أنت سألتيني سؤال هاستي كان في الفاصل، قلت لي يا إسراء الفيشل ده بالضبط هو صح علاجي وصح بيفيد البشرة ولا لا؟ صحيح. يا أنسام، التطبيق بتاع الفيشل ما فقط ماسكات ولا فقط إنه نحن استيمر. أيوة. فهو عنده زول مختص بطريقة بتاعت غسل معينة للبشرة، ترتيب للماسكات، ترتيب للبخار ومدته. كل بشرة بتحتاج مدة بتاعت بخار معينة، كل بشرة بتحتاج ماسكات معينة. فغالباً نحن لما نمشي نختار بنختار على يد زول مختص، مختص في إنه يحدد لنا بشرتنا محتاجة يا ترى نوع من العمق. في درجات مختلفة
في عدد ماسكات مختلفة، في أنواع ماسكات لبشرة من بشرة أفريقيا. في روتين ممكن يكون للفيشل تحديدا للبشرة؟ يعني إذا أنا عملت فيشل اليوم هل ممكن أعمل بعد 15 يوم أو بعد شهر؟ شنو الفترة الزمنية المحددة عشان ما تكون روتين بالنسبة لي أحافظ على نضارة البشرة؟ تمام. الفيشل العميق بتعمل كل شهر. كل شهر؟ كل شهر ده العميق. أيوة. الفيشل العادي اللي هو ممكن يتعمل كله 15 يوم وده نحن بنحدد فيه فترة البخار من 5 إلى 7 دقائق بس. أما الهايدرا فيشل بيتعمل كله شهرين لأنه شوية بيرهق البشرة وعليه بيكون ستريس على البشرة ذاتها وأعمق من الفيشل العادي. هل الفيشل العادي بيتم معالج كل الأشياء اللي ممكن تكون في البشرة؟ بنلقى البشرة أحياناً فيها ندوب وفيها مشاكل، فيها تصبغات، فيها يعني بتلقي البشرة ما سوية ما واحدة، هو ممكن يساوي لنا، ممكن يرمم لنا، يعدل لنا، ولا ممكن يكون بس نظافة عميقة؟ طيب أنا حشرح حاجة أدقة اللي هو إنه البشرة دي فيها طبقات. الطبقة الخارجية دي عبارة عن طبقة من الأدمة تعرضت للشمس، للأوساخ، لكمية من الحاجات. الحاجات اللي هي تعرضت لها دي بتعمل لنا زي عازل لامتصاص الأشياء الجيدة لبشرتنا من السيرامات، من الكريمات، من الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت بتعمل لنا عازل من إنه نحنا ننظف الدهون والمسام بطريقة أفضل في البيت عادي برانا. نحن شايفين هسا عندنا جزء من الصور لشغل الفيشل وإذا كان الاستيمر نفسه البخار، هل يا إسراء البخار بينفع مع أي بشرة؟ في بشرة ممكن تكون حساسة ما بتستحمل البخار؟ طيب أهم نقطة، البخار عامل أساسي في الفيشل. طيب هو معمول لشنو؟ معمول ليدي درجة من الدفى ويدي درجة من الـ HO2 الموية للبشرة، فبتفتح المسام بتاعتها وبتتمدد. نقدر نستخرج الدهون بالفاكيوم أو التولز الأدوات بطريقة أفضل، فبيدينا مرونة أكتر، فبنقدر نشتغل في البشرة وهي رطبة أحسن. اختلاف الفترات بتاعت البخار على الوجه ونسبة القرب بتاع البخار من سطح البشرة بيختلف على حسب البشرة جافة ولا دهنية ولا حساسة. عموما البشرات الحساسة عادة ما بتستخدم إليها البخار، بتستخدم إليها حاجة اسمها الفوطة الدافية. الدافية. أيوة. أو بشكير بتخطى في حاجة اسمها أوتوكليف. بتخطى فيه موية معقمة نظيفة. بيدفى لدرجة حرارة يدينا حرارة مماثلة للبخار. من غير ما نعرضه للبخار مرة واحدة. جميل. بنلقى بعض البشرة أو بعض السيدات بدعاني بتقول لك والله أنا مشيت وعملت فيشل لكن ما نفع معي، عمل لي مشاكل. هل بشرتها هي حساسة والخبيرة اللي عملت ليها الفيشل هي ما عارفة البشرة، ولا هل ذات الفيشل ما بينفع مع كل البشر؟ الفيشل بس فيه مشكلة اللي إنه أنت إذا استخدمتي المواد الغلط بتديك ريزلت نتائج عكسية. أيوة نتائج غلط. وفي نفس الوقت إذا خليت المسام دي فاتحة ما بعد الفيشل، يعني ما قفلتيها، وبتتقفل طبعا بجهاز بتاع ليزر خاص بجهاز الفيشل، يعني ما الليزر اللي احنا بنستخدمه للتجميل، ليزر مخفض بيقبض لنا المسام راجع. نعم. طيب في حالة إنه تحصل شكوى ما بعد الفيشل دي أنا بخدتها لحالتين يا أنسام، يا إما استعملت لها أدوات غير معقمة ونقلت إفكشن أو التهاب، يا إما هي بعد ما عملت الفيشل ما رجعت قبضت المسام خلت المسام فاتحة فاستقبلت ميكروبات وبكتيريا وأذت البشرة. إذا الوحدة عملت فيشل وطلعت من مركز التجميل وقابلت الشمس مباشرة، ده عنده أضرار على البشرة برضو؟ طبعاً. في المراكز اللي بتفهم الشغل ده كويس شديد بتحجز السيشنات بتاعت الفيشل بالمساء ومسيات لما تتعرض الكاستمر لشمس تاني يوم الصباح بتكون خاتة عامل بتاع حماية أو واقي بتاع شمس مناسب، يعني ما أكتر من 15% ل 50% SPF. فعادة إذا أنت حابة أو الزبونة حابة إنها تكون عاوزة تعمله بالنهار ما عندها وقت أو وقتها ضيق أو كده، فبنحاول إنه نحن نلبسها ماسك معين لحد ما تصل بيه البيت، أو نخط لها ماسك معين ما تتعرض للشمس مباشرة. لما تصل البيت ممكن تغسله لكن تشيل الماسك، لكن ما بنخط لها عامل حماية.
ومن أهم النقط إنه بعد الفيشل ما تستخدم حاجتين، الغسول ولمدة 24 ساعة ما تستخدمي غسول، أيوة، والتونر ولا حتى صوابين ولا ممكن تغسلي وشك إطلاقاً. نعم. إطلاقاً لمدة 24 ساعة، ولا حتى تونر اللي هو فيه عامل بتاع كحول بسيط اللي هو مزيل للمكياج، لكن عادي ممكن تستعمل المكياج بعد 12 ساعة أو تحس بأنه بشرتها بقت أحسن. ما بعد الفيشل المكياج بعده ب 12 ساعة ما يستحسن، عشان المسام هي بتكون واسعة وممكن تستقبل كل شيء. لكن يا إسراء خلينا نشوف مراكز التجميل، للأسف الشديد أصبحت فيها عدم اختصاص للأسف في بعض المراكز، يعني حتى الفيشل الوحدة تفتكر إنه هي دربت أو علمت أي عاملة في المركز وهي ممكن خلاص. هل الحاجة دي صحيحة ولا أنت كخبيرة وليك أكثر من 7 سنين في هذا المجال بترى إنه ده شيء خطأ؟ الوجه مسؤولية ليه؟ لأنه دي الحاجة اللي أنا بتعامل بها مع المجتمع، إذا باظت أو حصل فيها ندوب أو حصل فيها مشاكل، الشخص اللي أنت عملت له خدمة مهما كانت سعرها أو مهما كان نوعها عشوائية، إذا كانت ما مرضية بالنسبة له حصل مشكلة، فهو حيقابل مشكلة طول حياته. صحيح. أو المشكلة تكون لحد ما تحليها تكون كبيرة جدا. فغالبا افضل انه الناس تاخذ كورسات خارج السودان، اوكي، لانه في مراكز مختصه تماما في التدريب وبتوريك انه انت تشتغل الحاجه دي كيف. فالحاجه العشوائيه والتدريب العشوائي لا يصح. الديرما اللي احنا شايفينها اللي هي كانت ديرما رول، انواع الديرمات وشغلها ذاته على الفيشل، هل مهم ولا ممكن انا استخدم في ديرما بين وفي ديرما رول؟ شنو الأسلم اللي ممكن أشتغل بها الفيشل أو يشتغلوا بها؟ يعني أنا ذاتي تكون عندي ثقافة عشان لما أمشي مركز تجميل أكون عارفة يعني. طيب تمام. اللي نحن شفناه قبل شوية ده اسمه الشيم، اللي هو جهاز اللي بنتلق به البشرة بعد نعمل السيرم الأخير. الشيم ده بيعمل شنو؟ فيه حجر كريم معمول على أساس إنه يمتص الحرارة اللي دخلت لنا بواسطة البخار أول وبيبرد البشرة، في نفس الوقت ضغطته بتحسن المسام وبتحسن المرونة تحت الجسم. الديرمارولر بعد الفيشل حاجة خطرة شديد، لأنه البشرة تكون رقيقة خالص حساسة وتكشطر. فبفضل إنه الديرمارولر تكون بعد الفيشل بتقريبا 18 يوم أو 20. كل حواء المهووسة بالجمال ومهووسة بمراكز التجميل تحديداً حابة توصل إليها رسالة، تقول إليها كيف إنها تهتم ببشرتها ومتين تعمل فيشل، ومن العمر ذاته هل الفيشل ذاته عنده عمر محدد ممكن يتعامل له؟ طيب أنا الفئات أكبر من 35 سنة لازم يعملوا الفيشل العميق كل شهر لشهر ونص، بيخفف من التجاعيد، بشيل من التصبغات اللي هي بتكون في العمر بتاع بعد إفراز الكولاجين يخف، بتطبق لنا وبتخلي لنا إنه البشرة تكون مرتاحة، في تمدد، عملية المساج اللي بتكون في الفيشل بتنشط لنا الدورة الدموية، بتدخل ماتيريال اللي هي زي السيرامات والكولاجين اللي هي وقف الجسم من إنتاجها في العمر ده، وبتخلي التجاعيد تخف. جميل. إسراء بما إنه مسيرتك في التجميل طويلة جدا وخبرة ممكن تكون ما بيستهان بها، شنو من التجربة دي اللي استفدتيها ومن النصائح اللي أنت دائما بتفتكري إنه من أحد من الحاجات المهمة اللي ممكن كل سيدة أو كل خبيرة تجميل تمتلكها يعني؟ طيب، قدر ما زول يشتغل وقدر ما زول يكون عنده سنين خبرة، أنا بفتكر الناس تطلع وتعمل كورسات أكثر، تسافر وتتعلم من العالم الخارجي كيف بيعتنوا ببشرتهم وكيف بيحسنوا من مستوى مراكز التجميل في السودان. جميل. فأنا من هسي بنبه كل خبيرة تجميل إن يحضروا دبي ديرما السنة الجاية ودبي وورلد بيوتي اللي هو في تركيا اسطنبول. ده بيكسبنا نحن هنا في السودان خبرات أكثر، بيخلينا نحن منفتحين أكثر، نشتغل بثقة وبمثالية ونشتغل بمعرفة أكثر. طبعاً. شكرا جزيلا لوجودك هذا الصباح. الله يسلمك. عودتيني انه دائما تتحفينا بالجمال، ومن خلالك نحن ذات نتعرف على منتجات التجميل ونتجمل عبر هذا الصباح. شكرا جميلا لك إسراء زكي خبيره التجميل. نواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعنا عبر صباح الشروق، لكن فاصل قصير ومن بعده نعود للاستوديو، خليكم معنا.
من الأخبار المحلية إلى أخبار الرياضة، وهي الشغل الشاغل هذه الأيام، مباريات مهمة ودوري مهم وكأس العالم المرتقب، وما بين توقعات عديدة في كأس العالم، وأجواء جميلة تعيش دولة قطر ويعيشوها كل الرياضيين هذه الأيام بمجريات الأحداث الرياضية. نحن عودناكم في كل ثلاثاء أن يكون ضيفنا حاضر معنا داخل الأستوديو ليحلل إلينا مباريات الأسبوع، ونتعرف من خلاله على توقعات اللي ممكن تحصل. ومن خلال الأسبوع الماضي أنا سألت من واحدة من التوقعات وهو أجاب عليها وصدقت وفازت المغرب. أهلا وسهلا بك سالم سعيد، صباح الخير عليك الصحفي والرياضي. صباح الخير عليك، صباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير ومبروك كمان للمغرب، يعني زي ما توقعت أنت. خلينا أبارك لك في الأول ووري الناس أنه أنت بادرت بأنه المغرب حيكون لها النصيب الأكبر. نعم، هي كانت توقعات وأمنيات في نفس الوقت، لأنه المنتخب المغربي العربي الشقيق أول منتخب عربي، أول منتخب إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من نهائيات كأس العالم. أعتقد ده إنجاز كبير جدا. الفرحه كانت كبيره في الشارع السوداني، كان في احتفالات في عدد من الشوارع من الدول العربيه ككل، الدول العربيه وهنا في الخرطوم في عدد من الشوارع بتاهل المغرب وتجاوزه لمنتخب كبير مثل المنتخب البرتغالي. استاذ سالم، خلينا نشوف نحن قراءات سريعه و في كاس نهائي كاس العالم، لكن خلينا نشوف قراءه سريعه حول جرعه دوري ابطال افريقيا، خاصه مجموعه الانديه السودانيه هلال ومريخ. يعني في وسط كاس العالم اجريت القرعه، قرعه دوري ابطال افريقيا، بمشاركة فريقين من السودان الهلال والمريخ. القرعة وضعت الهلال طبعا كان في المستوى الثاني حسب التصنيف الإفريقي بتاع آخر 5 سنوات 5 years ranking، والمريخ كان في المستوى الرابع. الهلال جاء في المجموعة الثانية مع الأهلي المصري، صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني، بينما أتى المريخ في مجموعة الترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري. الهلال الأهلي المصري للمرة أو للموسم الرابع على التوالي مع الأندية السودانية، في موسم 2020 مع الهلال، في موسم 2021 مع المريخ، في موسم 2022 مع الهلال والمريخ في مجموعة واحدة، وفي موسم 2023 مع الهلال. يعني قدر الأهلي أو قدر الأندية السودانية مواجهة الأهلي المصري باستمرار. هذه المجموعة والصن داونز الجنوب إفريقي للمرة الخامسة مع الأهلي المصري في يواجه الأهلي المصري في دورة أبطال إفريقيا للنسخة الخامسة على التوالي. قرعة وصفت من الإعلام المصري كأنما نفس مجموعات العام الماضي، الأهلي والهلال وصن داونز، وكان معهم المريخ في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا. الآن بدل المريخ هناك القطن الكاميروني. المجموعة صعبة للهلال وليست سهلة. الأهلي المصري يعيش وضع فني عالي، متصدر الدوري المصري، لديه استقرار فني، لديه استقرار إداري، نتائجه جيدة، الروح المعنوية عالية، في عدد كبير من اللاعبين الذين كانوا ضمهم الأهلي في الموسمين الماضيين وصلوا لمرحلة نضج كروي جيد. صن داونز الجنوب الإفريقي الحصان الأسود للكرة الإفريقية في الخمس مواسم الأخيرة، نادي متألق بشكل كبير. نعم. على الورق وحسب ما قالته الصحافة الإفريقية بين الأهلي وصن داونز هما الأوفر حظا للترشح على حساب الهلال والقطن دون التغافل عن الهلال. يعني أيضا حديث الصحافة في جنوب إفريقيا وفي مصر كانت عن الهلال كان حديث طيب، لأنه خصم صعب الميراث. طيب نجي لنقطة مهمة جدا، الهلال في الموسم الماضي لعب بدون جمهور ولعب عصرا، لم يلعب مساء على اعتبار انه كان في مشكله في الكشافات والكاف لم يجيز هذا الامر تحت الاضواء، ولعب بدون جمهور لدواعي امنيه. بعد ذلك ما عرفوا الدواعي الامنيه، هل هي حسب تقديرات الكاف ولا حسب تقديرات السلطات الامنيه هنا في السودان. المهم الهلال حرم من جمهوره. الوضع ده اللي اثر عليه، ده الاثر انا في تقديري اثر. وحنجي بعدين اللي اثر على المريخ شنو في تقديري. لو زال هذين الامرين، مساله الهلال يلعب كما هو معتاد مساء في ملعبه، وكما هم في زيارة طبعا حتكون من الكاف في شهر واحد لإجازة الملاعب ولتسمية الملاعب وزيارتها، لو الهلال أتيح له أنه يلعب في التوقيت اللي هو بيحبه مساء وبحضور الجماهير، دي حتكون عاملي إضافة قويتين بالنسبة لفريق الهلال لمواجهة الأهلي المصري ولمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي. طيب نجي لمجموعة المريخ. المريخ معه الترجي والزمالك وشباب بلوزداد. المجموعة صعبة، صعوبة المجموعة بأنه هي مواجهات عربية، دائما الكرة العربية شوية كعبة أعلى علينا نحن من دول إفريقيا السمراء، ودي حسابات معقدة جدا. المريخ جاء في الشباب بلوزداد متصدر الدوري الجزائري، الزمالك حامل لقب الدوري المصري، يعني الوضع صعب. المريخ الموسم الماضي أو حتى الآن المريخ ما معروف يلعب وين، يعني المريخ حتى الآن ما معروف حيلعب وين. الموسم الماضي اختار القاهرة، الموسم الحالي يجب للمريخ إذا ما أراد أن ينافس في مجموعته
عليه أن يختار استاد الهلال. كان في حديث أنه في صراع بين الهلال والمريخ، وأنا أعتقد هذا الأمر مفتعل. وهناك تصريح للمدرب البرازيلي هيرو ريكاردو مدرب المريخ، قال أنه عندما كان مدرب الهلال كنا نلعب في استاد المريخ، فما المانع الآن أن المريخ يلعب في استاد الهلال؟ إذا ما أراد المريخ أن ينافس لا سبيل عليه إلا أن يواجه خصومه في استاد الهلال. في استاد الهلال، لكن خلينا نشوف هل جاهزية المريخ والهلال الفنية. طيب الهلال حتى الآن يمضي بشكل جيد في بطولة الدوري الممتاز. إذا ما أراد المنافسة من الناحية الفنية على المدرب الكونغولي فولوران أن يثبت تشكيلة. حتى الآن الهلال ليست لديه ملامح تشكيلة واضحة، تثبيت تشكيلة بالنسبة لفريق الهلال وتثبيت تشكيلة أساسية بالنسبة لفريق الهلال ستكون واحدة من الأدوات القوية بالنسبة لفرنسا، وعدم تأجيل المباراة أن يستمر في المباراة الرسمية. نحن حنشوف المباريات وحنتابع الهلال والمرتقيك الأسبوع الغادم إن شاء الله، ونشوف تحديات جديدة ومباريات جديدة، وأيضا كمان فوز منه الممكن نشوف البطل يكون منه، يكون حيكون منه البطل. شوف المغرب تصل لحد وين. توقعاتك منه حيكون البطل؟ والله على الورق اغرب فرنسا، فرنسا ارجنتينا النهائي على الورق اغرب فرنسا. وامنياتك كتمني زي ما قاعد تتمنى لنا المغرب. المغرب يبقى معناه انت مع المغرب، واذا فازت المغرب فيكون حظيت ان شاء الله حظ جميل وكبير. شكرا جزيلا لك سالم سعيد، صحفي ومحلل رياضي معنا عبر صباح الشروق. ويبدو لي انه تكاملت فقراتنا من خلال صباح الشروق وانتهت مساحتنا معكم عبر هذا الصباح. نلتقيكم إن شاء الله في صباحات مختلفة متجددة وأيضا كمان برمجة مختلفة خلال هذا اليوم من قناة الشروق الفضائية. شكرا جميلا، شكرا كثيرا لهذه المتابعة، ودمتم في أمان الله.